راديو مع معتز نعواش. الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكل بتابعونا وبشاهدوا قناة دار إيمان الفضائية. أسعد الله مساءكم بكل خير، حلقة جديدة معكم على الهواء مباشرة، ابتدأت الآن من برنامجكم ساعة راديو. يا ميتهلا في غار حراء كان حبيبي يخلو وحيدا روحا تناجي الله في كل شروق وكل غروبي ربي مجيدا يرجو الهدى لخطاه نادى ناجا إلهي لا رب سواك صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام صلى عليك الله يا ابن عبد الله من التغريدات والمنشورات اللي منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي عبارات هيك يعني مؤلمة في عمقها، لكن يعني ممكن تكون دافع لأحدنا أنه يغير من نفسه. بيقول أحدهم: كنت أقول كيف كان السلف يعكفون على القرآن طويلا بلا كلل أو ملل، حتى رأيت العاكفين على جوالاتهم وهواتفهم الخلوية فزال العجب، وعلمت أن القلب إذا أحب شيئا عكف عليه. ناجا إلهي لا رب سواك صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام صلى عليك الله يا ابن عبد الله. اللهم صل وسلم دائما على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما. 10 صلوات الحبيب ونكمل فقرات ساعة راديو. صلى عليك الله، الله قد اصطفاك، كنت يتيما أواك وبدين الحق قد أعلاك، يا رفيقي في الصعاب وشفيعي في الحساب يا بدرا جل من سواك. مجموعة فقرات متنوعة ومتعددة في حلقة اليوم من برنامجكم ساعة راديو. سؤالنا: شو الأشياء اللي ممكن تخلي علاقتك بصديقك علاقة رسمية؟ يعني معظم التعليقات يمكن ما فهموش علينا السؤال بشكل صحيح. المقصود بعلاقة رسمية إنها علاقة باردة، علاقة جافة، علاقة ما فيهاش أي من معاني الحب، خلينا نحكي، وال يعني المودة اللي موجودة بين الأصدقاء. علاقة رسمية كيف لما أنت بتحكي عن واحد بتقول والله بينه وبينه صارت سلامات بس، إنه إذا شفته بسلم عليه، غير هيك ما في علاقة بينه وبينه. هذا مثلا ممكن يكون مما يوصف بالعلاقة الرسمية. شو في أشياء إذا صارت بينك وبين صديقك، لا قدر الله، الله يحفظ يعني علاقاتكم، الصداقة بين أصدقائكم، بين صديقاتكم بالنسبة لأخواتنا وبين عائلاتكم وأحبابكم وكل من تعرفون، تكون علاقة طيبة، لكن إيش الإشي اللي ممكن إذا صار بتصير علاقتك مع صديقك أو علاقتك مع صديقتك علاقة رسمية؟ شاركونا من خلال صفحة قناة دار الإيمان على فيسبوك، ومن خلال تويتر، ومن خلال الإنستغرام. شفت يا ما اسمونا هتعيش العمر جنبك وبرضو ما يكفيش أحلى دنيا عندي ما تساويش إلا معاك يا رسول الله وحشنا
ماشي. سعد مساكم حياكم الله مشاهدينا شباب. بيحكوا لك يوصلهم ساعه يبدو انا مش ما كنتش كثير معهم فمره واحده هيك صرخ بداني زياد. يسعد مساك يا زياد. يسعد مساك يا شادي. و مين اللي جنبك شادي؟ عدنان. يسعد مساك يا عدنان تركماني. عمر شاهين محمد السعدي الله يعطيكم العافيه. وعبد الله الخطيب الله يعطيك العافيه. عبد الله مبارك ما اجاك طبعا. مبارك له يا جماعه عبد الله الخطيب. باركنا له قبل كم من حلقه بمولود عمر. وعبد القادر القجمي كمان كم من يوم ولا كم من اسبوع ولا كم من شهر؟ كم من شهر يا رب. الله ييسر امورك ان شاء الله. الى يحكى انه في صباح يوم ربيعي والشمس دافئه تنساب إلى مكتب رجل أعمال عجوز كبير في السن وهو نفسه كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة التي يملكها. في هذه الجلسة اتخذ هذا الرجل قرار بالتنحي عن منصبه وأن يعطي الفرصة للدماء الشابة الجديدة لإدارة هذه الشركة، لأنه لم يرد كذلك أن يوكل هذه المهمة لأحد أبنائه ولا أحفاده بدوش يخلي الموضوع عائلي. قرر استدعاء كل المسؤولين التنفيذيين الشباب الموجودين في الشركة وألقى أمامهم التصريح القنبلة. قال: لقد حان الوقت بالنسبة لي لأتنحى وأختار الرئيس التنفيذي القادم من بينكم أنتم. تسمر الجميع طبعا في ذهول ثم استمر قائلا: سوف تخضعون لاختبار عملي وتعودون بنتيجة هذا الاختبار بعد عام من اليوم، والاختبار سيكون كالتالي: سوف أوزع البذور النباتية التالية وأخرجها. أتيت بها، يقول لهم، أتيت بها خصيصا من حديقة الخاصة. سوف يستلم كل واحد منكم بذرة واحدة فقط لنبتة الياسمين، ويجب عليكم أن تزرعوها وتعتنوا بها عناية كاملة طوال هذا العام. ومن يأتيني بنبتة صحية تفوق ما لدى الآخرين سيكون هو الشخص المستحق لهذا المنصب الهام. كان من بين الحضور شاب اسمه علاء، وشأن شأن الآخرين، استلم بذرته وعاد إلى منزله. أخبر زوجته بالأمر التي بدورها مباشرة أسرعت بتحضير الوعاء والتربة الملائمة والسماد، جهزت كل الأمور، تم زرع البذرة فيها. وكان علاء وزوجته كل يوم لا ينفكان عن متابعة البذرة والاعتناء بها جيدا. بعد مرور 3 أسابيع بدأ كل الخاضعين لهذه التجربة في هذه الشركة بدأوا الحديث عن بذورهم التي بدأت تنمو، ما عدا علاء الذي لم تنمو بذرته بعد. مرت 4 أسابيع ومر 5 أسابيع ولا شيء بالنسبة لعلاء. ثم مر 6 أشهر والجميع يتحدث عن المدى الذي وصلت إليه بذرته من النمو، وعلاء صامت لا يتحدث. وأخيرا جاء الموعد المنتظر. بعد عام هنا في الصباح الباكر قال علاء لزوجته أنه لن يذهب إلى هذا الاجتماع بوعاء فارغ، لكن بعد حوار مع زوجته اتخذ قرارا بالذهاب وليحصل ما يحصل. مشتاق للبيت اللي كان حضن الأمل كل عندما وصل علاء إلى مقر الشركة ومقر مكان الاجتماع تحديدا انبهر من أشكال وأحجام شجيرات الياسمين التي كانت موجودة على طاولة الاجتماع في القاعة. كانت في غاية الجمال والروعة. تسلل في هدوء إلى داخل القاعة، وضع وعاءه الفارغ على الأرض، وبقي واقفا ينتظر مجيء الرئيس مع جميع الحاضرين. هنا كتم زملائه ضحكاتهم. البعض أبدى أسفه من الموقف المحرج لزميلهم. وأخيرا أطل الرئيس التنفيذي لهذه الشركة ودخل الغرفة مبتسما. صار يعاين الزهور التي نمت وترعرعت وأخذت أشكال جميلة ورائعة جدا. البسمة لم تفارق شفتيه في الوقت الذي بدأ الرئيس في الكلام، مشيد بكل ما رآه مهنئا جميع الشباب الموجودين أمامه بهذا النجاح الباهر الذي حققوه. لاحظ من بعيد علاء وبجانبه الوعاء الفارغ فاستدعاه إلى المقدمة. هنا قبل أن يخرج علاء شعر بالرعب وقال في نفسه: مؤكد أنه الآن سيعلن طردي أمام الجميع لأني الفاشل الوحيد في القاعة. لكن عند وصول علاء سأله رئيسه: ما الذي حدث معك؟ فقص له علاء الأمر بكل صراحة. نظر الرئيس للموظفين وقال لهم: رحبوا بعلاء الرئيس التنفيذي الجديد لشركتنا. Thank you.
طبعا صارت يعني الضجة هي عنوان المشهد والموقف، همسات وهمهمات احتجاجات في القاعة. كيف هذا بده يصير؟ علاء اللي ما جاب الشجرة أصلا هو بده يصير رئيس، ما نجح في الاختبار. هنا نظر بهم رئيسهم وتابع كلامه قائلا: في العام الماضي كنا هنا معا وأعطيتكم بذورا لزراعتها وإعادتها إلى هنا اليوم، لكن ما كنتم تجهلونه أن البذور التي أعطيتكم إياها كانت بذور فاسدة لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تنمو أبدا. سبحان الله، كل الموظفين طبعا صار معهم زي علاء يا جماعة الخير، إنه البذرة ما نمت، لكن كل واحد فكر إنه يمكن هو مش قادر يرعاها، مش قادر يعطيها الشيء الصحيح، فاضطر إنه يلف ويدور ويروح يجيب نبتة، لكن رئيسهم كان أذكى منهم جميعا. قد تكون هذه القصة رمزية، وغالبا هي رمزية، ما أظن يعني في إلا إذا بتكون بشركة، حتى يمكن أجانب والله ما بيعملوها، بيجي رئيس الشركة بيروح يعطي المنصب لواحد الموظفين عنده بهالسهولة، ما بعرف يعني إذا مرت ولا لا. ولكن كم من أشياء في حياتنا لو مشينا فيها بالصدق والأمانة والإخلاص وما لفينا ودرنا، حناخد اللي إحنا بدنا إياه وزيادة، بعكس ما قد لو بدنا نوصل لشيء بالحيلة راح يضيع من إيدينا بأتفه وأبسط الأسباب. ومتواصل معكم مشاهدينا بحلقة اليوم من برنامجكم ساعة راديو، يسعد دائما مساكم وكل أوقاتكم بكل خير. كانت هذه يحكى أن ننتقل مباشرة إلى فيسبوكياتنا. فيسبوكياتنا من إحدى مدن أمريكا، هذه الصورة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الشوارع اللي كان فيه أكم من حفرة، يعني إذا بدكم تقيسوها على بلادنا شو بدنا نسوي لما نشوف هذه الصورة. الصورة طبعا لسكان هذه المدينة طمروا هذه الحفر بالأتربة وزرعوها زهورا وورودا بطريقة حضرية، وفيها يعني طريق إعلان صارخ لرئيس البلدية عندهم احتجاج على إنه ما طمر هذه الحفرة من حفر، طبعا مجموعة حفر زي ما أنتم شايفين. هذا لو بدنا نعمل زي هيك في بلادنا لتصفي شوارعنا كلها مزروعة ورود، يلا كويس بركي بيبطلوا السيارات يعرفوا يمشوا. أردوغان
للازي ولا تركي؟ هذا كان سؤال هو طرحه بأحد الاحتفالات. الفيديو قديم مش جديد، يمكن صار له أكثر من سنة، لكن من جديد خاصة يمكن بعد الاستفتاء التركي الأخير صار في تناقل له على مواقع التواصل الاجتماعي والناس عم يتداولوه. هذا السؤال أردوغان سأله لوالده، فشو كانت الإجابة؟ خلينا نتابع. Babama sordum, rahmetli babama bir soru geldi. Bir gün babama sordum, baba biz Laz mıyız, Türk müyüz dedim. Rizeliyiz ya, kimisi siz Laz'sınız diyor, kimisi Türk'siniz diyor. Babam dedi ki, oğlum dedi, büyük dedem mollaymış. Ona sormuş, dede demiş. Biz Laz mıyız, Türk müyüz? Büyük dedem de babama şu cevabı vermiş. Torunum demiş, yarın öleceğim. Allah bize men rabbuke ve men nebiyuke ve ma dinuke sorularını soracak. Ve ma kavmike diye bir soru sormayacak. Sağ sordukları zaman elhamdülillah Müslümanım de geç demiş. المختصر المفيد، لا بتهفز لك ولا حاجة كتير فاضي. بالصور اللي رح نشوفهم الآن منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي مبادرة جميلة جدا. أنا أظن إنه هذه الصور هي ثلاث صور رح نشوفها، أظنها من ثلاث أماكن مختلفة وقام فيها يمكن ثلاث أشخاص مختلفين. الصور عبارة عن تعرفوا ماكينة بيكون فيها أشياء، عصائر، شيبسات، بسكوت، شوكولاتة وبعضها بعض السندويشات مثلا أغذية. فتيجي واحدة أو واحد بيضع ورقة مع مغلف وبيكتب على هذه الورقة إنه أنا وضعت نقود في هذا المغلف زي ما أنتم شايفين الآن بالصور. فإذا أنت كنت بحاجة وجوعان أو جاع بالك تشتري وما معك، خذ من هاي المصاري واشتري مباشرة. فكرة أكثر من رائعة. وزي ما أنتم شايفين هذه الصورة تحديدا مثلا هلا شفناها، في ناس إجوا كتبوا وأنا كمان هاي مني المبلغ الفلاني، يعني صارت مبادرة مجتمعية. ما أجمل الأفكار اللي بيكون فيها تنمية للمجتمع بهذا الشكل وتواصل اجتماعي حقيقي ينتشر مع هيك مبادرات. بينتشر الحب بيناتنا في مجتمعاتنا، بينتشر الأمان في مجتمعاتنا، بينتشر إنه في ناس يخلق في داخلهم حبهم لمجتمعهم، أمان مجتمعي، أمان نفسي، أمان روحي. فبالتالي بينعكس هذا على المجتمع، بيكون المجتمع متصالح ومتسامح مع نفسه. كم رح نختلف في, في, في مجتمعاتنا لما ننشر قيم الإيجابية وقيم التعاون وقيم إنه إحنا مع بعض إيد واحدة، مش قيم الأنانية وقيم إنه كل واحد ما بفكر غير بنفسه. هيك أفكار هاي أو غيرها، كل واحد ممكن يطلع بفكرة رائدة جدا في مكانه، بشركتك اللي بتشتغل فيها، بمدرستك اللي بتدرس فيها، بالمسجد اللي بتصلي فيه، بالحي اللي انت ساكن فيه، انت مع جيرانك، مع أصدقائك، مع صديقاتك، مع زملائك في العمل، لو لوحدك بلاش، خلينا تقول معي مفيش حدا داعمني ومشغل معي. هيك فكرة ما بدها أكثر من واحد، بدها بس واحد من يقرع الجرس، مش هيك بنسمعها كثير دائما. كم من الأجراس تحتاج من يقرعها؟ وما أسهل، كثير من الأجراس سهل جدا قرعها، بس بدها واحد بس هيك هو قاعد يرفع إيده ويقرع الجرس وشوف قديش صوته راح يعبي الدنيا، وبالآخر كله في ميزان حسناتك. لأنه يعني بنتذكر دائما حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم الدين. انتشر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لنمر حاول الانقضاض على قرد بتسلق شجرة. حصد هذا الفيديو ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي. وصل للقرد ولا ما وصلوش؟ خلينا نشوف شو صار بالنمر. We'll be right back.
يعني طلع عالم الحيوان بشكل عام يا جماعة مليء بالأشياء اللي لو تتابعوها وتشوف فيديوهاتها صدقا في كل مقطع في كل مشهد نقول سبحان الخالق. الله يعني عالم الغابات عالم البحار مليء جدا الكون بأشياء يعني تستمتع وانت بتشاهدها لكن من نفس الوقت تظهر فيها عظمة الخالق. يتناقل رواد وناشطين مواقع التواصل الاجتماعي هذه الصورة اللي راح نشوفها الآن لطالب دكتوراه عراقي ناقش رسالته وهو على فراش المرض. أصيب طبعا قبل فترة بالسرطان لكن هذا لم يمنعه من إكمال رسالة الدكتوراه اللي بدأ فيها وراح إلى قاعة المناقشة في الجامعة وهو متمدد على الفراش. كانت هذه مناقشته. الغريب والجميل أكثر بهذه الصورة اللي انتم شايفينها إنه لم يحضر المناقشة إلا شايفين المرأة اللي قاعدة في الخلف زوجته، فبالتالي شوفوا الإرادة اللي موجودة عنده وشوفوا التحدي والإصرار اللي موجود عند هذا الرجل، وبالتأكيد ما كان إلا لوجود امرأة كذلك وقفت معه ووقفت إلى جانبه ودعمته، فكانت هي الوحيدة الحاضرة في مناقشته. يمكن هو مفكر إنه مش يعني قد لا يعيش أسابيع، قد لا يعيش أيام، قد لا يعيش أشهر، وقد يعيش، لكن مرضه مرض مميت في العادة في الغالب، قد يشفى ويبقى حي، لكن مع ذلك بقي عنده عطاء حتى آخر نفس حتى آخر لحظة. هيك مطلوب من كل واحد فينا يكون. ختام فيسبوكياتنا، وقبل الختام بذكركم بسؤالنا: شو الأشياء اللي ممكن تخلي علاقتك بصديقك علاقة رسمية؟ شاركونا من خلال التعليق على صفحة قناة دار الإيمان على فيسبوك. إذا حابين تشاركوا معنا هاتفيا أرسلونا أرقامكم برسالة خاصة لصفحة قناة دار الإيمان ونعيد الاتصال بكم في وقت الفقرة اللي هي راح تبدأ بعد ما نشوف هذا الفيديو. ختام فيسبوكياتنا، فاخترنا لكم من إنتاج مجموعة زاد من إنتاجاتها فيديو بعنوان لا تأكل نفسك. خلينا نتابع. لا تحاسدوا، توجيه نبوي لعلاج آفة من أخطر الآفات الاجتماعية والأخلاقية. فالحسد وإن كان أصله في القلب من بغض لنعمة الله على المحسود وتمن لزوالها عنه، فإنه غالبا ما تكون له امتدادات في الخارج تدفع الحاسد إلى البغي والظلم والاعتداء والإيذاء والإيقاع بالمحسود. قال ابن القيم رحمه الله: فالحاسد يحمله بغض المحسود على معاداته والسعي في أذاه بكل ممكن، مع علمه بفضله وعلمه وأنه لا شيء فيه يوجب عداوته إلا محاسنه وفضائله. ولهذا قيل: الحاسد عدو للنعم والمكارم. وكما نهى ديننا عن الحسد فقد وجه إلى علاجه، فأمر الله تعالى بالاستعاذة به من شر الحاسدين، فقال في سورة الفلق: ومن شر حاسد إذا حسد. وجعل الإيمان بالقضاء والرضا بما قدره من تفاوت الأرزاق والملكات ركنا من أركان الإيمان، فقال: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. كما حض المؤمنين على البذل والعطاء والإيثار والتراحم، وهي المعاني التي تستأصل هذا الداء من القلوب. فعلة الحسد ترجع إلى إفراط في الأنانية وحب للذات، مع ضعف في الإيمان بكمال حكمة الله تعالى في توزيع الأرزاق بين عباده. وعلى المسلم إذا أحس في نفسه بحسد تجاه أخيه ألا يرضى بغيبته أو ظلمه، بل عليه أن يدافع عن عرضه ما استطاع وأن يكثر من الدعاء له بالخير والبركة. وإذا كان الحسد خلقا مذموما فإن الغبطة صفة محمودة، وهي تمني مثل ما للمغبوط من النعمة من غير أن يتمنى زوالها عنه. فإن كانت في أمور الدنيا فهي مباحة، وإن كانت في أمور الآخرة فهو مما حثنا الشرع على المنافسة فيه والمسابقة إليه. قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. اللهم أبعد عنا الحسد والحساد ونقي وطهر قلوبنا. قولوا أمين. تعليقاتكم مباشرة. شو الأشياء اللي ممكن تخلي علاقتك بصديقك علاقة رسمية؟ المقصود بعلاقة رسمية إنها زي ما حكينا في البداية علاقة جافة، علاقة بعيدة كل البعد عن الود اللي موجود بين الأصدقاء والمحبة والإخلاص، وهي التفاصيل كلها اللي ممكن نوصف بها الصديق والصديقة والعلاقة الصداقة والأخوة الحقيقية، هذه بتروح وبتبطل موجودة وبصير علاقتك فيه رسمية. بصير إذا شفته يا دوب تسلم عليه مثلا، إذا شفته ممكن تجلس معه وتكون العلاقة جدا فاترة وباردة بينك وبينه. هذا المقصود بعلاقة رسمية. شو الأشياء اللي ممكن لا قدر الله إنها تصير بيناتكم حتى تؤدي إلى هذا الأمر؟ شاركونا من خلال صفحة قناة دار إيمان على فيسبوك بتعليقاتكم، أو من خلال حسابنا على الإنستغرام. يا ميت هلا فيكم. يضحك يضحك خلق الله، يفرح يفرح كله معاه. انستغرام عائشة بتقول: الحسد والشك، وهذا موجود كثير بالنسبة إلي. بتقول بالنسبة لعائشة يعني هي صار معها حالات كثير فيها حسد وشك، فبالتالي أدى إلى أنه تبطل تنقطع العلاقة الصداقة اللي موجودة بينها وبين صديقاتها وتصير علاقة بينهم رسمية. الله يبعد عن الحسد والشك يا عائشة. عائشة بتقول: استضيفوا رسامين يا رب إن شاء الله. يعني بنحاول نستضيف الاستضافات اللي لها علاقة بالراديو، يعني لو ما شفتوش الشاشة تضلوا متابعين معنا كبرنامج إذاعي، لكن الرسامين لازم بدنا نشوفه برسم موجود الشاشة بنشوف، أو بنحول الطلب لصباح الإيمان يا عائشة، أو برامج أخرى في رمضان وغيره. قريبا في رمضان بإذن الله يكون هناك دورة برامجية متميزة تقدمها لكم قناة دار الإيمان الفضائية. تعليقات شاركتنا بالعكس، انه يعني ايش بتخليك الشيء اللي بيخلي الصداقه حقيقيه. فاطمه بتقول: عن الوفاء والاخلاص والثقه الى اخره، هذه الاشياء اللي بتخلي الصداقه حقيقيه. لكن ايش اللي بيدمر هذه الصداقه الحقيقيه وبيؤدي فيها الى انها تصبح علاقه رسميه؟ الاء مثلا بتقول: الاشياء اللي ممكن نعملها مثل النفاق، الكذب، عدم الالتزام بمواعيد، التهور، عدم الالتزام بالمواعيد، التهور في بعض الامور، فشتان بين صاحب الامانه وصاحب الخبز والملح، أعلن الخيانة. مساكم سعيد. الله يبعد عنا وعنك وعن الجميع يا آلاء الخيانة، ويخلي بيننا دائما خبز وملح، هيك الخبز وملح المعنوي والروحي والنفسي أهم جدا من الخبز والملح اللي هو الطعام والأكل والشراب. معنا اتصال من شمس الدين. تفضل يا شمس الدين. السلام ورحمة الله، حيا أخوي شمس الدين، كيف الحال؟ ربي يسعدك يا شمس الدين، حياك الله من الجزائر عم بتكلمنا. والله انا متابع قناه دار الايمان. الله يكرمك، هذا شيء بيسعدنا وبيشرفنا والله يا شمس الدين، حيا الله فيك وكل الجزائريين. بارك الله فيك، اشكر اداره قناه دار الايمان وكل المقيمين على هذه القناه، أشكركم على هذه القناة الرائعة التي تميز بهذه البرامج التي حقيقة نحتاج إليها ويحتاج إليها مجتمعنا. نعم هذا الموضوع صحيح، موضوع تقريبا نحتاج إليه كثيرا، خاصة
في هذا الوقت الذي أصبحت صداقات كما نقول سطحية فقط. والله سطحية. شو اللي بيخلي صداقات سطحية يا شمس الدين؟ نعم، هي هو الإنسان صحيح يحتاج إلى هذه الصداقة. الصداقة ضرورية في حياة الإنسان. نعم، إذا أن الإنسان الاجتماعي بطبعه يسعى إلى إقامة علاقات ثانية الدولية لكي تكون هذه العلاقات رسمية، ويجب أن يتحمل نعم، أن يتحمل مسؤولية هذه الصداقة ويكون عونا لمن يصادقه، وبهذه تستمر الصداقة. وأيضا يجب أن تسمع لصديقك بقلبك وبعقلك. جميل. نعم جميل. طب نعم. أن يتحمل مسؤولية الصداقة شمس الدين، مقصود فيها أنه بده يتحمل المسؤولية بحيث أن يتفا يعني بده يدير باله ما يخطئ بحق صديقه ولا يسيء له، ولا برضو ممكن بالعكس أنه في حال بدر خطأ وإساءة من صديق لصديقه، فالتاني يتحمل صديقه ويعطيه مثلا أعذار أو يتحمل الإساءة اللي ممكن تبدر منه، كيف ممكن نوازن بين الشغلتين؟ نعم صحيح يا أخي نواس. نحن طبيعة الإنسان لا تجد إنسانا كاملا، فقط الرسول صلى الله عليه وسلم والذي يكمل بأخلاقه وبالإنسان. صحيح، لكن عندما نتعرف أحدا إذا كثير من الصديقة وتجد فيه نقاط وتجد له مستوى داخل هو يجب محكم على أشياء. نعم، فالصداقة تكون من هذا الباب. تمام. نعم. والشيء الذي يعاني منه الكثير هو أن البعض لا يتحقق بسلم صديقه. البعض مرة ثانية تعيد لنا إياها يا شمس الدين، البعض شو بيعمل؟ نعم، مدام صديقك اختارك أن تكون صديقه وأخبرك بسره يجب أن تتحفظ به. تمام. بعد التحقق الى مسلمي فهذا مشكله كبيره. نعم، يستدل الى قطع العلاقه بشده. يعني بدها شويه صبر، بدها شويه تحمل، نتحمل بعض لانه ما في حدا فينا كامل، كلنا بنغلط. شمس الدين انا اشكرك جدا على اتصالك وعلى مشاركتك. يمكن اللي بقدر اخذه من كلام شمس الدين اذا بدي اقدر الخصه هيك سريعا، انه اللي بيؤدي في اي علاقه صداقه انها تروح للشكل الرسمي والشكل البارد والشكل السطحي زي ما هو وصفها، انه احنا ما بنستطيع نتحمل بعض، ما في عنا صبر، مع انه علاقة الصداقة بتتطلب اني امشي لصديقي وهو يمشي لي، ما في حدا فينا كامل وبيغلطش، كلنا حنغلط، فاذا انت رح تصادق حدا وبتنتظر منه انه ما يغلط ابدا، فما تصادق احدا ابدا، هيك بدها تصفي الحكاية. لكن اذا صادقت واحد فبدك تستحمل، رح يبدر منه اخطاء، قد يكون في اخطاء مثلا لا نستطيع بها أن نبقي على هذه العلاقة الصداقة. هذا هو سؤالنا لليوم، شاركونا شو في أشياء لا نستطيع أبدا بأي حال من الأحوال إن حصل أن تستمر علاقة الصداقة بيننا وبين هذا الصديق. شكرا لشمس الدين على مشاركته معنا. البذل عادتنا منه سعادتنا، بالحب نغرس والحصاد كبير. محبة جنى بتقول عدم الغدر، طبعا هذه الأصدقاء يعني ما تغدر صديقة، فبالتالي الغدر إن بدر غدر من صديق إلى صديقه فهذا يؤدي إلى أن الصداقة هذه ستصبح صداقة سطحية وصداقة رسمية. نورة بتقول سبب اللي يخلي محبة الصديق تزيد عندما يقف بجنبي في وقت الفرح والحزن، بالتالي لما يكون في صديق ما بيوقف جنبي بوقت الفرح والحزن فهذا الشيء إذا خاصة لما يتكرر يمكن، وما ألاقي لما أحتاج صديقي ما يكون جنبي، بالتالي راح يؤدي إلى أنه علاقتي فيه ما راح تضل صح وراح تصير علاقة رسمية. همسة أمل بتقول كثرة التدخل في حياتي، إذا بيزورني وبقعد بحكي إذا ما بيكون أمين على السر عدم التزام المواعيد. يعني حكيتنا عن ثلاث أشياء فعلا مهمة، أول شيء التدخل في حياة الإنسان، يعني إذا أنت صديقي لازم تتدخل بكل صغيرة وكبيرة بحياتي، يعني بالأخير يمكن أنت يا همسة أمل أنت وصديقتك أو صديقاتك بتكون تحطوا بالأخير الحدود بهذا المجال. تقول إذا بيزورني وبقعد كثير إذا ما بيكون أمين على السر
برضو هذه كثير نقطة مهمة، وإذا بيزورني بقعد كثير، بس إذا صديقتك كثير يمكن بدك تتحمليها بهاي النقطة. يعني أكثر الأوقات الواحد بقضيها مع أصدقائه، ما بعرف كيف شو وجهة نظرك، وتقول عدم الالتزام بالمواعيد. عدم الالتزام بالمواعيد ترى يعني هي مشكلة، بس كثير ناس بيعانوا منها. فإذا بدنا نقطع، يعني أنا مثلا صديقي العزيز، على الأقل أعز أصدقائي، طبعا صرنا يمكن سنوات ما شفناش بعض، لأنه سبحان الله كل واحد خاصة بعد التخرج من الجامعة كل واحد بيشوف حياته، وكل واحد فينا بدولة، لكن سنوات طويلة وعربي زي ما يعني بيشوفني أو ممكن يوصلوا هذا الكلام. الإشي الوحيد اللي بعانيه معه كنت منه عدم الالتزام بالمواعيد. يمكن والشباب الشلة عندنا بيعرفوا بهذه القضية. معنا كمان اتصال، بقولوا للشباب مين معنا. إيمان، تفضلي أختي إيمان. عليكم، بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله، حيا الله أختنا إيمان، أهلا وسهلا بك وبكل أهلنا في المغرب. شو الإشي اللي ممكن يخلي علاقة الصداقة علاقة رسمية وفاترة؟ يعني من بين الأشياء اللي ممكن أن تكون علاقة، هناك علاقة فاترة ما بين الصديقين، هي عدم احترام الرأي المخالف. مثلا لكل منا يعني العالم عالمه الخاص به وأفكاره وظروف العيش دياله، لكن يعني لا يعني بعض الأصدقاء لا يطيقون اختلاف الآراء، يعني ظنا منهم أن يعني صديقين يجب أن يكون لهم نفس الرأي. هو مش بالضرورة يكونوا صديقين متوافقين بالآراء أختنا إيمان حتى تستمر صداقتهم الحقيقية، يعني مش لازم يكون عندهم نفس الآراء نفس الأفكار نفس الاهتمامات، هذا مو مطلوب برأيك؟ بعض الاهتمامات، لكن بعض يعني أحيانا نقف عند بعض الآراء اللي يمكن البعض يكون لديهم آراء مختلفة. جميل، يعني الواحد وزوجته في البيت بيختلفوا بالآراء، فما بالك صديقين أو صديقتين. صحيح، نعم، يعني شيء طبيعي أنه يكون هناك اختلاف في الآراء، لكن الواجب هو احترام الرأي المخالف. يعني نسمع لبعضنا البعض، لكن يعني الواجب هو احترام الرأي الآخر وعدم يعني أخذه بحساسية. تمام، حساسية كبيرة. تمام، تفضلي. نعم. حابة تضيفي شيء ثاني؟ نعم، هناك مثلا بعض يعني بعض الامور التي ممكن يعني تصبح بها العلاقه جافه، هي عدم اشراك الصديق في اطرائحه واطراحه. مثلا يعني يكون اخر من يعلم عن اخباره. فهذا يعني بيؤدي لفتور العلاقه بيناتهم، لانه اذا انا صديقك فانت يمكن لازم اكون اهم واحد لك تخبرني عن كل يعني الاشياء اللي بتهمك. يعني من بعد يعني بين الأشخاص اللي ممكن أول من يعرف عن فرحك مثلاً، أو أصيبت يعني بأي سوء مثلاً. تمام، يعني من الضروري أن تشارك صديقك إذا كان يكون هناك فعلاً هناك صداقة. تمام، كل شكر لك يا إيمان، مشاركة طيبة. والموضوعين اللي حكيتيهم ترى جماعة موضوعين يعني بسيطات جداً إذا تعرفنا نتعامل معهم بالشكل الصحيح، لكن شو اللي بيصير فينا إنه ما عم نعرف نتعامل معهم بالشكل الصحيح، فبيؤدي إلى إنه علاقة الصداقة بتخرب بيناتنا. يعني بالمحصلة مشاركة إيمان عم تحكي عن اختلاف الآراء، ممكن صديقين وحبيبين لبعض، لكن لما يوصلوا لمرحلة إنه أنا رأيي هيك، لا يا عم أنا رأيي هيك، لا مش عارف إيش كذا، بيروحوا بيتطاوش مع بعض وبتنفك صداقتهم، مع إنه بالآخر مش مطلوب منا نكون نسخ عن بعض، كل واحد عنده رأيه، خلينا نحترم آراء بعض، تستمر الصداقة بشكل طبيعي، فيها مشكلة ما فيها مشكلة أبدا أنا برأيي. النقطة الثانية موضوع المشاركة الأفراح والأتراح، إن ذكرت يمكن أكثر من مرة على الفيسبوك، إن أخاف الله مثلا برضو بتقول إنه يسمح لحد، اللي هي اسمها آيات، معناها هيك الله يا آيات، بتقول إنه يسمح لحد يذكرني بسوء وأنا مش موجودة وما يردش نيابة عني، ساعتها علاقتي معاه حتكون رسمية وحتنتهي علاقة الصداقة. هي فرص تأتيك فبادر قم وتعرض للنفحات، هيا فانهل منها لتغنم، هي أيام معدودات. ما ضل غير يعني انه نحكي الله يا رب يحفظ اخوتنا ومحبتنا وصداقتنا بمن نحبهم وبمن نصادقهم وبمن نودهم، مهما اختلفنا بالتوجهات مهما حصل من اخطاء، نحاول حتى اخر نفس حتى اخر لحظه ان نمسك ونتمسك بهذه العلاقة، لأنه بالآخر في حديث ترى سبعة يظل الله بظل فيه، وشابان يعني رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، فبالتالي وجود
أخت لإلك تاخذ بإيدك في الدنيا للخير والصلاح، وبالتالي في الآخرة وجود أخ لإلك عم بيناصحك وتناصحه، وانتو اتنين عم تذكروا الله مع بعض. لما تشوفوا بعض يمكن بتتذكروا هذه التفاصيل، وبتتذكروا الله لما تشوفوا بعض، وبتعينوا بعض على حياتكم بالجنة، حتكونوا كذلك مع بعض. مهم جدا أن تكون على الأقل معك واحد يأخذ بإيدك في الدنيا وتأخذ بإيده، وبالتالي تأخذ بإيدين بعض في الآخر. هذه يعني كان سؤالنا اليوم. يا رب دائما علاقاتنا تكون علاقات مبنية على الإخلاص وعلى الحب وعلى المودة وعلى القرب من الله عز وجل. هي فرص تأتيك فبادر قم وتعرض للنفحات، هيا فانهل منها لتغنم، هي أيام معدودات. خيط من أنوار وعطاء من رب وهبات، سحب سخاء تمطر تروي قلبا أثقل بالأرض. ساعة راديو مع معتز نواش. وختامنا بساعة راديو لليوم بهذه الكلمات التي كتبها كريم الشاذلي، قال: تعلم الندم والاعتذار إلى الله، فإنك بشر وللبشر زلات وسقطات، وعند الخطيئة إياك أن تكابر، وإياك أيضا أن تنهزم وتغلق باب الرجاء، فالاستهتار بالذنب لا يفوقه إثم سوى القنوط من رحمة الله. وما يجب أن أفعله أو تفعله آنذاك هو الاستغفار والتوبة والاعتذار والالتجاء إلى الله، حزين منكسر طالبا للعفو والمغفرة، فهذا من تمام عبوديتك له سبحانه. يا رب دائما نكون ممن يحسن عبادة الله عز وجل وذكره. نهاية ساعة راديو، نحبكم في الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.